تلعب مصراتة، تلعب الكرة طويلة من اللافي مؤاد بالرأس من محمد خليل، يعاود كرة مرة تانية مع بشكري، يحاول فريق الاتحاد جانبية 16 درجة مئوية في ملعب مصراتة، حقيقة طقس برودة بعد الشيء. جانبية المعتصم بالله صبو يلعب كرة، يعاود بالكرة الدولي منصور لتكون إلى الجانبية، تلعب الكرة من المعتصم بالله صبو، يلعب الكرة باتجاه عمر بالحاج، يمشي بالحاج 29 العرضية لمن تكون أقرب إلى محمد نشنول، لم كرة على الجهة اليسرى باتجاه منير من جديد، والتدخل من يوسف كارا. دقائق مهمة جدا لكلا الفريقين، كل فريق يعرف خصمه. تلقى المعتصم يمشي تريس الاتحاد، يفتح اللعب باتجاه كوامي يمشي العشرين، البحث عن العرضية، ستوب العرضية، ضربة مرمى قدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف، سجل الاتحاد في ذلك اللقاء معاذ عيسى، عدل أنيس سلتو العائد الجديد في صفوف فريق الأهلي. هنا الإعادة بالفعل، شكرا لمخرجنا المميز، بالفعل لمسة يد. يتابع عبد الله شريف حوار 20 على 27، ينطلق العشرين، يمشي كوامي العرضية ولكن تصطدم، والتغطية كانت من التربي. كوامي ألفونسو هنا الانطلاقة والقتالية العالية. نغوري يلعب كرة باتجاه العاشي المزعج كوامي ألفونسو، ولكن التفوق دائما موجود عن طريق عبد الله شريف، والمساندة حاضرة من أحمد التربي. والكرة في الأخير إلى الجانبية، تلعب عن طريق عمر بالحاج، ولكن مهاب شكري لاعب الشاب يقوم بالتغطية بشكل مثالي جدا من أمام مهاجم فريق الاتحاد عمر بالحاج. صراعات ثنائية موجودة داخل أرضية الملعب بين لاعبي الفريقين على مستوى منطقة المناورات، منطقة العمليات، منطقة صنع اللعب. طلحة رزق مع الصويعي، طلحة والصويعي، يمشي طلحة، فرصة لعب العرضية خطيرة، العرضية، ولكن معاد اللافي في المكان والتوقيت المناسبين، يقطع الكرة الماضية. اللافي كنت تتحدث عن معلومة تاريخية، هي هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقين في نفس هذا التاريخ، تاريخ اليوم 13/12. الآن محمد المنير يلعب كرة المنير باتجاه الكاميروني جاك زوا، يعكس العرضية، الكرة والمحاولة عن طريق الطبال داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة لصالح الأهلي ولكن تستخلص، تعود الكرة العكسية، الهجوم المرتد لصالح فريق الاتحاد، وبطاقة صفراء خطأ وعرقلة، وبطاقة صفراء هي الأولى في هذا الشوط الأول. شرى حكم اللقاء أحمد الشلماني في وجه قلب دفاع فريق جديد. كرة من جديد باتجاه عبد الله العرفي صوب من مسافة بعيدة، أولى المحاولات والتصويبات. منقوله بالعامية الالتزام والانضباط التكتيكي ربما هو أبرز عناوين هذه الدقائق التي مرت، وهو أبرز عناوين هذا الشوط الأول، المحاولات الجادة والخطيرة على مرمى الفريقين. يكسب المساحة، يلعبها باتجاه المنير، الكرة خطيرة، المنير يعكس العرضية ولكن الدراع ناجي درا يستغل الكرة، تعود من جديد خطيرة، المحاولة لصالح فريق الأهلي عند محمد الطبول، الكرة تبعد، لا تزال المحاولة ضاعت، كرة خطيرة لصالح فريق الأهلي. اللقطة الماضية هو أبعد هذه الكرة، برافو، التصويبة كانت ممتازة والاستماتة كانت ولا أروع، والتغطية كانت موجودة من سند الورفلي. هنا أمامنا عبد الله الشريف باتجاه الطبال صوب، عد هدف محقق في مرمى فريقه، الطبال صوب الكرة كما جات ووضع فيها كل قوته، وسند الورفلي لشهدنا أولى أهداف لقاء عن طريق محمد الطبال. سند الورفلي بعودة ينقذ فريقه من هدف محقق. كرة من جديد عند محمد المنير، ولكن الصويعي والأقرب عند محمد الخليل، يوصل الكرة بشكل ممتاز، يوسف كارا خطير، الكرة جول محمد الشيخ كامارا الغيني يضع الهدف الأول لفريق الاتحاد في أولى دقائق هذا الشوط الثاني. الشيخ كامارا والهدف الأول لصالح فريق الاتحاد، تدرج سليم كان بالكرة، والكرة وضعها اللاعب محمد خليل باتجاه يوسف كارا في انتظار لقطة الإعادة، وفي الإعادة إفادة في أولى دقائق هذا الشوط الثاني، يتقدم أصحاب الأرض والضيافة في هذا اللقاء في هذا الديربي عن طريق محمد الشيخ كامارا. هنا يوسف كارا يلعب بالكرة عرضية، الإبعاد لم يكن بالكيفية ولا الطريقة المطلوبة من عبد الله الشريف. هنا أمامنا سوى
التغطية كان موجود يوسف كارا بالسرعة يلعب الكرة عبد الله الشريف أبعدها بشكل سيء، ومحمد الشيخ كمارة توقع ممتاز والتمركز والأروع وضع الكرة في مرمى محمد نشنوش وفي شباك فريق الأهلي، هدف أول لمصلحة فريق الاتحاد في هذا الديربي، هدف بكل تأكيد سيعطي للقاء متعة أخرى، سيعطي للمباراة فرجة أخرى. يلعب الكرة من جديد باتجاه طالحة يبحث عن المرور، يستفيد من جانبية رمية التماس الأول، سنشاهد مباراة مفتوحة، سنشاهد لقاء هجومي، الأهلي سيبحث عن التعويض والاتحاد سيبحث عن المحافظة على هذا الهدف. جاك زوا باتجاه ماب تأكيد لمحمد الشيخ كمارا، اللاعب الغيني في تشكيل فريق الاتحاد، محمد الشيخ كمارا الشريف يلعب كورته الابعاد من الصبو، الصبو يأكدها من جديد تعود عند معاد عيسى، معاد عيسى يمر تصل الكره عند كوامي الفونسو، خطير سريع هذا كوامي، كوامي يمشي، كوامي يمر، الصافره موجوده والخطا وايضا اندار وبطاقه صفراء على المهاجم العاجل لفريق الاتحاد كوامي الفونسو. امامنا لقطه الاعاده والعرقله التي كانت موجوده عن طريق عبد الله الشريف. الاتحاد والاهلي في ديربي العاصمه، ديربي تريبولي، خطيره خطيره العرضيه ولكن كانت في احضان العملاق محمد نشنوش. من جديد الكره عند بدر حسن، بدر حسن يطول الكره باتجاه اللاعب عبد الله العرفي فريق الاتحاد من امام الاهلي بهدف نظيف، سند الورفلي، الورفلي يبعد الكرة، محمد طبال يخطف التمرير، فريدن جوما يصوب مسافة ولكن تصويبه كانت سهلة في أحضان الكابيتانو طبال، ولكن طلال فرحات هو الأقرب وناجي دراي أكد محمد المنير. المنير يلعب كورة طويلة عالية ولكن سهلة في أحضان طبال، يمشي الطبال يعكس العرضية خطيرة علي ماتوك، علي ماتوك يضيع فرصة من مدافعي فريق الاتحاد. نشنوش كرة خطيرة يخطي نشنوش، الهرام أحمد الهرام، الهرام الهرام يمشي الهرام يبحث عن المرور من بين، تغلب الشجاعة يا هرام في اللقطة الماضية، طد في طلال فرحات وتغادر أرضية الملعب إلى جانبية إلى ضربة ركنية. من لقطة الإعادة الكرة كانت موجودة من محمد الطبال باتجاه لمعتوق ولكن التغطية كانت موجودة في التوقيت المناسب من سند الورفلي. تلعب الكرة خطيرة داخل المنطقة، الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، رسمي لأحداث هذا اللقاء. هنا أمامنا لقطة الإعادة للهدف الوحيد الذي جاء من إمضاء وتوقيع الشيخ كمارا المهاجم اللاغيني لفريق الاتحاد. يوسف كارا لعب العرضية والابعاد كان من عبد الله الشريف والتسجيل كان لمحمد الشيخ كمارا. من الشلماني الطبال، الطبال يصوب كره ولكن تصطد في الحائط الجدار الدفاعي، الطبال مره اخرى يعكس العرضيه، الكره خطيره داخل المنطقه، المتناني تصطد الكره. هنا امامنا لقطه الاعاده، تصويبه كانت قويه من المتناني باتجاه المرمى والكره اصطدت على اليسار باتجاه بدر حسن، فرصة لعب العرضية، بدر يعكس العرضية، حسن راسية خطيرة ولكن اللافي يلتقط.